وسط معنويات عالية وروح جماعية قوية. هكذا كانت أجواء انطلاق تربص المنتخب الوطني الجزائري بالمركز التقني سيدي موسى. الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش والذي كان في استقبال أشبال بابتسامة عريضة وترحاب كبير. اللاعبون وبدورهم ملامح الفرحة كانت بادية على وجوههم بالعودة مجددا لأحضان الخضر والالتقاء ببعضهم البعض لمواصلة كتابة تاريخ جديد في سجل المحاربين. التزام تام وانضباط كبير مع احترام لتوقيت بداية التربص، وهو مؤشر إيجابي يدل على عودة الروح لأبطال إفريقيا 2019. مباراتين رسميتين أمام منتخب الطوبوة واللتان ستكونان حاسمتين لترسيم التأهل إلى كان 2025. إذن هي مؤشرات تبشر بالخير على عودة اللحمة بين اللاعبين والطاقم الفني، وهو العامل الذي كان غائبا عن الأفناك في الفترة السابقة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.